أسعد الله أوقاتكم. اليوم عندنا فتح حديث يخص أخواننا بالوطن اللي هم الكاولية. دا يزعجني موضوع من دا أشوفه، واحد يتعارك ويا الأخ، أنتو كاولية كذا، أنتو كاولية. أولا هذا بصراحة عندي فد انتقاد على هذا الموضوع. اولا انتو من يجي اسمهم مو معناها اسمهم دا نتكلم عن الفن مالتهم، لا، راح احكي لكم شيء اخصهم. اولا اطيب ناس هم صراحة، هذا متعارف عليه تاريخيا انه هم ناس طيبين ومسالمين. اليوم اريد احكي عن شيء يخص تراثهم. انتم تعرفون قبل هم كانوا يفترون على القرى، زين، كانوا تراثيا وحسب ما سمعناه يفترون على القرى. انتم يمكن تشوفون اكو الاجيال القديمه، انا عندي فيديو عن اسنان الذهب، كانوا يفترون بالقرى يسوون الأسنان الذهب اللي قبل سابقا تستخدم للزينة، انه هم مو بس غناء ولا بس هم رقص، هم ترى كانت عندهم مهن مثل الأسنان الذهب هم يسووها. النساء يفترون على القرى اللي قديم تشوفون هذا الوشم الأزرق اللي يسمونه الدق الأخضر، هذا كله هم كانوا يجون للقرى، يروحون للقرى يسوون النساء هذا الدق. مقابل شنو؟ مقابل انه هاي القرى تزرع، مقابل باذنجان، مقابل خضرة، مقابل ياخذوها قوت لعوائلهم. هاي اولا. الاسنان الذهب ايضا هي كانت تستخدم للزينة، هم يجون يسووها. اللي اترك هذا كله وذا، اللي أخوة اللي يشتغلون بالانتيكات راح يعرفون أني شنو قصدهم. كانت نوع من الخناجر اللي يسموها باللغة العامية دق محاسن أو شغل محاسن، هذا النوع. وأكو صور قديمة يرقصون بيها الأخوة الكاولية تكون مايلة، هذه ايضا كانت شغلهم. مو بس تستخدم هاي الخناجر للرقص، لا، كانوا يشتغلوها ويبيعوها، لانه كنا نعرف الخنجر كان وسيله من وسائل الحمايه. احنا ما نقول هم كانوا بس يشتغلوها، لا، الخناجر والسيوف كانت عندها صناعها، بس هذا الطراز هو خاص بهم، هذا الطراز هو خاص بهم. هم كانوا قلنا يسوون سنون الذهب، نسائهم كانوا يفترون هاي نوع من الزينة للنساء، الوشم، الخناجر. فأخواننا مرات من نحكي حكاية لازم نعرف أبعادها شنو، يعني ما حلو اثنين مسوين مشكلة انت كاول روح انعتب غير موضوع، ولا تخلونهم من يسمعوها قلبهم ينكسر، لانه احنا كنا اخوة بالوطن، ما نريد واحد ينعت الثاني بكلمات مو حلوة بصراحة، وما حلو واحد من عندنا يستنقص من قيمة الاخ. شكرا زهرة زنقنا، هاي بس للتوضيح ردتها.